أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجنا هذا حول كلمة الله وكتاب المقدس في حلقتنا الجديدة هذه نواصل نقاشنا حول العلاقة ما بين الإنسان والله وأود أن أذكر أعزائنا المشاهدين لما كانوش معنا في الحلقة الأخيرة أن رغبة الله هو باش تكون له علاقة مع الإنسان هذه أول نقطة درسناها مع بعض في الحلقة السابقة وشفنا كيفاش الله منذ البداية كان يريد تكون علاقة بينه وبين خليقتو أي الإنسان النقطة الثانية اللي شفناها مع بعض وأن بسبب الخطية هذه العلاقة انفصلت. وانفصال هذا ما كانش من سبب الله سبحانه، ولكن من سبب عصيان وخطية الإنسان. و سبب هذا المعصية ولدت الموت. ولذا الله قال للإنسان: لأنك أخطأت كذلك سوف تموت والموت هي نتيجه الخطيه ومنذ ذاك الحين كان الله يفكر باش هذه العلاقه اللي كانت في البدايه ترجع ولكن كصفته كقدوس لا يحتمل علاقه ناجسه بالخطيه وكما نعرف أن آدم وحواء يعني أطردهم من الجنة وصاروا على الأرض. ومنذ ذاك الوقت الله فكر في الخطة باش قضية الخطية اللي جعلت حاجز ما بين الإنسان والله باش ترجع الخطية ويكون السلم والسلام ما بين الله والإنسان. وكما شاهدنا أيضا أن الله يتكلم بطريقة مباشرة وبأسلوب سهل يعني للإنسان وكما شاهدنا في الفترة الأخيرة أن الكتاب كتاب المقدس اللي هو يعني كلمة الله فيه جزء عهد القديم وجزء عهد الجديد وكما الله تكلم مع الإنسان عبر الأنبياء والرسل كذلك في العهد الجديد تقول الكلمة أن الله تكلم عن طريق المسيح والمسيح أطرح أيضا أسئلة لتلاميذه التلاميذ اللي كانوا معاه قال لهم واحد النهار واش تظنوا نكون أنا؟ واش نكون حسب رايكم انتما. وهذا سؤال مهم جدا. من هو المسيح بالنسبه لي اليوم؟ هل هو نبي؟ هل هو انسان عادي؟ او اكثر من ذلك؟ ليه جاء المسيح؟ الكتاب المقدس يقولنا ان مجيء المسيح جابش يعمل مشيئة الله وإرادة الله فما هي إرادة الله ومشيئة الله بالطبع كما قلت في البداية مشيئة الله وإرادة أن هذا العلاقة ما بين الإنسان والله يعني تتصلح وما يبقاش هذاك الحاجز بينه وبين الإنسان الحاجز هذا اللي اسمه الخطية لازم يطيح والله فكر في وسيله واحده باش الحاجز هذا ما يبقاش ما بين الانسان والله وكما الموت دخلت يعني بعد الخطيه كان الحل الوحيد ان المسيح يموت باش الخطيه تزول ليش موت المسيح هي ضرورية ليش الله اختار هذا الحل الوحيد ما كانش فيه طريقة أخرى لحل مشكلة الخطية الجواب هو أن ما فيش طريقة أخرى لأن لمشكل وطبعه أبدية أي الموت لازم حل أبدي ولا نهاية له باش نحط في الكفة تاع الميزان أن يعني الأبدية لازم إذا كان مشكل أبدي لازم الحل يكون أبدي والمسيح صفته وطبيعته ك يعني خليقة أبدية ولذا ما كانش فيه طريقة وحل آخر لعلاج مشكل الخطية ففي العهد الجديد المسيح اسال واطرح هذا السؤال اطرحه اولا لتلاميذه ولذا قال لهم من انا بالنسبه لكم فالمسيح هل هو انسان لنقدر نمشيله ونقرب منه ولا هو انسان لنخاف منه ونبعد منه في زمان المسيح ناس كتير يعني تعجبوا من تعليمه تعجبوا من الافعال اللي كان يعملها يعني الميراكل يعني وكانوا يحوسوا يعرفوا من هذا الانسان فلهذا هو يسال اولا اسال الناس تلاميذه اللي كانوا قراب منه وكانوا يتبعوا تعاليم تاعو تعالى وقال لهم بالنسبه لكم من انا وهذا سؤال يطرح اليوم على كل انسان ممكن يطرح عليك أنت أخي المشاهد أنت أختي المشاهدة فهل فكرت أو فكرتي في هذا السؤال؟ هل فحصتي الكتب على من هو المسيح؟ وإذا اقتربت من المسيح واش غادي يصير لي؟ المسيح ينتظر منك باش تختار منه وتتعرف عليه وتعرف من هو والسؤال الثاني اللي يقترح عليك والمسيح طرحه على الناس اللي اقتربوا منه وجاوا ليه وحوسوا يعرفوا من هو من هي صفته الحقيقيه وطبيعته الحقيقيه يعني قال لهم السؤال الثاني من بعد من انا هل تريد ان تشفى؟ نعم والشفاء يعني هنا مش شفاء الذات يعني بعد مرض ذاتي ولا هو شفاء القلب شفاء الروح لأن يعني كما ذكرت في البداية البرد الخطير اللي يصيب به الإنسان ألا وهو الخطية والخطية لا لها علاج ما فيش حاجة, حاجة يعني تنجينا أو تشفينا من هذا المرض ولذا المسيح يقول لكل واحد يعترف به كمخلص أنه جاي من الله يقول له هل تريد ان تشفى واليوم المسيح يطرح لك هذا السؤال من انا يا ريت جاوبي على هذا ولا تجاوب على هذا السؤال وتحوس تعرف اكثر واكثر من هو المسيح ويوم ما تعرف حقيقه من هو المسيح سوف يطرح عليك سؤال ثاني هل تريد ان تشفى يعني هل تريد ان تخلص من الموت الأبدية لأن الله يقول في كتابه أن الخطية خلاصها الموت يعني كل إنسان يتسمى خاطي وكل إنسان يموت ولذا كل واحد يخاف من الموت ما عدا الإنسان اللي يؤمن بالمسيح لأن له الاسبوار كما يقولوا بالفرنسوية بل يكون مع الله وعلاقته تكون مع الله وقبل ما ننهي هذا الحصة نعاود نسأل نطرح عليكم السؤالين من هو المسيح بالنسبة لك وهل تريد أن يشفيك في حصصنا المقبلة إن شاء الله سوف نتعرف على ناس داروا هذا الخطوة وجاوا للمسيح باش يعرفوا من هو المسيح وغادي نشوفوا كيف المسيح اشفاهم وبدل حياتهم يعني وصارت لهم حياه جديده مع الله. وهذه يعني تجربه ممكن كل واحد يعرفها. مش ضروري يعني تكون يعني من جنس او من طبقه اجتماعيه او الى اخره. كل واحد قادر يجي للمسيح بطريقه سهله كل واحد يجي باش يتعرف على المسيح والمسيح يقول تعالوا الي هو يعرض كل واحد باش يجي ليه لان طبيعه الانسان بعد ما اخطا هو صار يعني عدو لله وطبعا الواحد يكون عدو لله ما يقدرش يروح بصفه طبيعيه لله وهكذا المسيح يقول تعالوا لأنه عارف بأن الطبيعة المذنبة اللي في كل إنسان تمنع باش يجي إلى الله ولهذا هو يقول أرواحوا لي تعالوا إلي واليوم هو نفس الكلام يقول لكل واحد اليوم مهما كانت جنسيته مهما كان أصله مهما كان عمره يقول تعال إلي وأنا أريحك وأشفيك فهل انت تريد ان تشفى هل انت تريد ان تعرف من, هن من هو هذا المسيح الذي جاء ليخلص العالم من مشكله من مرض الخطيه هل تريد ان تجدد علاقتك مع الله وتصبح في علاقه يعني روحيه مع الله كما الله يريد ان الله هذه هي مشيئته وهذه هي إرادته أن كل واحد تكون له علاقة مع الله الله يريد من كل إنسان السلام الله يريد من كل إنسان أن يكون في علاقة مع معه ولذا نؤكد ونقول هل تعرف من هو المسيح لأنه هو الطريق المسيح قال أنا هو الحق والحق أنا هو الحق وال... والحياة والطريق. يعني ما فيش طريق واحد أخرى لتدينا إلى الله وترجعنا لهذه العلاقة اللي كانت قبل ما تدخل الخطية في العالم. نتمنى نشوفكم عن قريب ونكمل نواصل هذا النقاش مع بعض اللي أظن يسركم وإذا كان فيه أسئلة يعني طرحت على بالكم معليش تنجموا تحطوا الأسئلة أي سؤال نحن فرح نكون فرحانين باش نجاوبكم على أي سؤال يطرح ببالكم وأتمنى لكم أتمنى الطياب والله يبارككم ونشوفكم عن قريب مع السلامة